ودعت كندا 4 أفراد من أسرة مسلمة واحدة قضوا في حادثة عنصرية هزت البلاد، وأدى الحادث إلى تنظيم وقفات احتجاجية في أكثر من مدينة كندية. فقبل أيام قتل 4 أفراد من أسرة واحدة أثناء سيرهم ليلاً بالقرب من منزلهم في مقاطعة أونتاريو. وقالت الشرطة إن شخصاً قتلهم دهساً بشاحنة صغيرة، وإنه استهدفهم عمداً بسبب انتمائهم الديني. ينتمي الضحايا لثلاثة أجيال مختلفة من مسلمي كندا، ووصفت الشرطة مقتلهم بجريمة الكراهية المتعمدة، ووجهت التهم لمنفذها الذي يبلغ 20 عاماً. ولإظهار التضامن مع العائلة انضم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى آلاف المعزين، وأكد وقوف الجميع متحدين في وجه جرائم الكراهية والعنصرية. الإسلاموفوبيا حقيقة، وكذلك العنصرية. يجب ألا تواجه هذه الكراهية في مجتمعك أو بلدك. نستطيع وسنتخذ إجراءات مختلفة، وسنختار طريقة أفضل. عندما يؤذي شخص ما أيا منا، يجب علينا جميعا أن نقف معا ونقول لا للكراهية والإسلاموفوبيا، لا للإرهاب والعنصرية. عربياً، أدان شيخ الأزهر أحمد الطيب الحادث الإرهابي، وأكد في بيان أن اليمين المتطرف وداعش وجهان لعملة واحدة، وطالب شيخ الأزهر بتصنيف هذا التيار جماعة إرهابية، مشدداً على أن الإرهاب ليس صناعة شرقية.